بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي محدد حزمة الأشعة. يعطينا هو يعطي شكل حزمة الأشعة المنبعثة من أنبوب الأشعة، وتكون على شكل دائرية أو مستطيلة حسب اصطفاف المساطر الشعاعية الموجودة أمام فوة أنبوب الأشعة، وهي تحدد لنا السعة مع حزمة الأشعة بالنسبة للانبعاث الضوئي. فراح أباوعها بالنسبة، راح نباوع هنا، شوفوا هنا راح تطلع لنا الحزمة مالتنا على شكل دائرية، هنا مخوطية، هذا نسميه كون اللي يكون متصل لنا بأنبوب الأشعة بالفوهة مالت أنبوب الأشعة. شوفوا هذا الكولمنت اللي احنا بالعامية نسميه الكون. هذه هنا هاي الألواح مالتنا بهذا الاصطفاف مالتها اللي نسميه احنا الدايفرام. الدايفرام هذه الألواح، فراح يكون مثلا هذا إذا هذا اللي صار لي هيجي وهذا هنا صار لي، راح تظهر الحزمة. كل ما تظهر الحزمة تزيد كمية الأشعة. هذا هسه الجهاز مالتنا ما دام دوار، إذا هذا راح يكون من الأجهزة الثابتة لأنه راح يعطينا تكنيك عالي. وهاي مستعملينه، شوف هنا أنا الضوء اللي من بين نطير راح يعطينا هي شكل الحزمة المنبعثة من أنبوب الأشعة. هاي هنا عندي هذا هو الدايفرام، هاي احسن شيء. يعني هذه بالبدايه كانت عندهم بس يسوون هي فوهة يجي ويطلع من عنده اللي هذه الاول. الثاني سواها كون، سوى هذا مثل البوري الموجود، فصار عندي كون وطلع لي اياها دائره. الثالثه صارت عندي هي المساطر اللي هي هذول 1 2 3 4 اللي يعطينا همين شكل الحزمه. مثل ما اتفقنا كل ما تقل الحزمه اقل تزداد شده الاشعه. هنا عندنا بالنسبة للأفلام الشعاعية، الأفلام الشعاعية يعني النوع مالتها، أقعدنا النوع كان عندنا فوجي، وأقعدنا الأكفا، وأقعدنا هذا الكوداك، وهذه كانت عندنا أحسن نوعية الموجودة، أقعدنا بعد الكونيكا، وكان عندي هذا الكوداك كان يحتاج له كمية أشعة أكثر من الأفلام الثانية. نجي هنا إذا قلنا أنواع الكاسيتات، أكو عندنا الكاسيتات اللي ما بيها لوح مشع، وشوف الكاسيتات أكو عندنا تصير كلها أحجام، يعني مثلا هذا حجم أصغر من 8 و10، هذا 12، هذا نقول إذا قلنا عليه 15 هذا راح يكون عندي 17. هذا أول نوع من الكاسيتات يعتمد على اللوح المشع الموجود بها. إذا كان لوح المشع مالتها هذا راح يحتاج لنا كمية أشعة عالية، لكن تظهر لنا الصورة أوضح. هنا الكاسيتات تحتوينا على لوح مشع، اللوح المشع اللي كان عندنا هو الأزوري أو أبو 400. من أريد أنا أعطي كمية أشعة هواية، فش أسوي؟ احاول استعمل اللوح المشع حتى يقلل لي من كميه الاشعه. يعني هسه هنا اذا كنت اريد اعطي الساينسز هنا راح اعطي 120 كي في، ممكن اعطي 80 ماس، لكنه بالازوري ممكن اعطي 80 كي في واعطي 40 ماس. شوفوا قللت الكميه مالت الاشعه. اكو عندي الكاسيت يحتوي لنا على جريد اللي قلنا عليها، ممكن نستعمله مكان الصينيه، هو هذا الجريد اللي يكون موجود بالواح من الرصاص، وكل ما زادت عدد الالواح قلت المسافه تزيد الكفاءه مالت الكاسيت، وتصير يراد له كميه اشعه اكثر للاختراق. فهذا هو الجريد اللي يصير جوا هاي مالت الالمنيوم مالت الكاسيت. هذا النوع الثالث، هذا الرابع من الكاسيتات اللي يصير ورقي. كلمة ورقي يعني معناتها يراد له كمية أشعة قليلة، لأنه حتى ما استعملنا الكاسيت بالألمنيوم، هذا الحال خاصة نستعمله للفحوصات الثدي المومغرافي. هنا عندنا كاسيتات البلو والجرين، عندنا الكاسيتات الجرين كنا نجيب لها حتى الأفلام لازم تكون مالتها جرين. والبلو هو الكاسيتات العادية الثانية اللي ترهم لها الكوداك والأكفا، بس هذه إلا جرين، إلا كاسيت، إلا أفلام جرين.
هنا اكو عندنا الكلوزال فيلم. الكلوزال فيلم هذا نستعملها بالنسبه للاسنان للهات، وهذه الافلام العاديه نستعملها للدنتال للاسنان العاديه الاماميه، وهذا التحميض يكون منها وبيها. هذه احنا هذه الجوده مالتها اكثر بالتحميض العادي المينيوال، وهذه بالسريع خاصه نستعمل بالعيادات الخاصه. هذه كلوزال فيلم. هذا الاو بي جي اورثرو بينتو ميغرافي اللي نسميها بانوراما بانوراميك. هذه الكاسيتات اللي تستعمل للفك، الفك كله يطلع لي اياها. شوفوا ممكن يكون مقوس ممكن يكون عدل، وتكون اكو عندي بي الواح حمين. شوف هاي الصوره مالتنا، يعني هسه اذا كان عند بيشنت عنده كسر بالفك افضل شيء ان ناخذ له هذه الصوره، راح تعطينا الفك كامل من اي مكان راح يظهر لنا. شوف هذه هم نستعملها بالنسبه للاسنان ويستعملوها حتى بالزرع. هذا السي ار. اذا اجينا الى السي ار، السي ار هو احنا قلنا بيها اكو بيها مستقبلات موجوده اللي هو السي ار اسمه كمبيوتر راديوغرافي، يعني الكاسيتات اللي نستعمل بيها الكمبيوتر. شوفوا اكو بيها هنا قلنا مستقبلات لكل الفيلم، هذه المستقبلات واللي راح تتخزن اللي بعدين راح نقدر بالسي ار الجهاز راح نقدر ناخذها ونعدل عليها اذا كان زياده او نقصان او احرف او كلمات، وبعدين راح نقدر نقول له برين راح يطبع لي اياها. الديجيتال، الكلمة ديجيتال معناتها الرقمي، الديجيتال راديوغرافر، فهذا راح يكون عندي هو دي ار. هنا نستعمل كاسيت اللوح مشعل حسب ما قلنا عليه، هسه قلنا عليه انه اللي راد له كمية قليلة نستعمل اللوح مشعل. ممكن مرات اذا كانت المواد التحميض او الجهاز مالتي ينطي كميات عالية بالاشعة فنستعمل الكاسيتات العادية، والمشع للشغلات القوية والورقية هسه قلنا عليها، والكاسيتات الكلوزال والرقمي. شوفوا هنا اكو نوع من الكاسيتات جد حلوة طويلة، يكون عبارة عن كاسيتين، عبارة عن كاسيتين يطلع لي مثلا هذا هسه سكيلوسز الموجود عندي هنا بالفقرات طلع لي اياها جد حلوة. هنا الدورسوسز وهنا السكيلوسز، هنا مثلا اللور ليم طلع لي اياها كامله. شوفوا عندي هنا يصور عليها هنا، يعني طلع لي من البدايه للنهايه. يضرب لنا اكو من عندنا يقدرون يخلون بيها حتى ثلاث تيوبات، مثلا هنا تيوب ويضرب اكسبوجر سنتر وهنا سنتر وهنا سنتر يطلع لي بيها هذول. شوفوا هنا اذا كان يريد يعدل لي بيها الفقرات، يريد يعدل لي بيها من الفقرات، شوفوا شو حلو سوى لي اياها. هنا لو جينا اذا كنا نريد نجي على حاملة الافلام اللي نسميه الهنجر، الهنجر هاي بالنسبة للافلام مالتنا العادية اللي يحملنا بها لحتى تتشخط، وهنا تكون على شكل سكة، وهنا هذه الهنجر بالنسبة للافلام اللي نسميها الدانتال. هنا عندنا جهاز الاشعة لو باوعناها، هذا مبين عليه من الجهاز ابو الخفيف اللي ممكن ان نحمله البورتبل، هذا ممكن يكون هم بورتبل بس يكون هذا احدث واقوى. هذا الجهاز هم بورتبل ممكن يشيله وحتى ممكن يطلع للبيت. الجهاز الثابت يكون هو القوه مالته اكثر. شوف حتى هذا مال الحيوانات عادي، هنا شوف ثابت القاعده مالته ثابته، هنا عنده بي تشست ستاند. هنا الجهاز همين ثابت الفلوروسكوبي اللي يظهر لنا العضو المراد فحصه على التلفزيون بالنسبه للفحوصات. هذه هسه مثلا قاعد اصور يمكن هيسترو، هي قاعد هنا قاعد يصور لارج انتستاينال. هنا حتى ممكن ان يكون هنا لانه قاعد يستعمل الفلوروسكوبي اللي يظهر لنا بها العضو المراد فحصه. بالنسبه لجهاز الاشعه بالنسبه للسي ار، سي ار تصور انت على كاسيت الخاصه اللي بيها مستقبلات وخليها انا بهذا الجهاز فتطلع لنا اياها على الكمبيوتر. الدي ار راسا يطلع لي اياها على الكاسيت او على الكمبيوتر، لان الكاسيت ما يطلع من
chest stand او من التيبل. هذا بالنسبة للأوفيجي الأجهزة الخاصة، وأكو عندنا حتى سي آر، يعني هذا الحلزوني، الحلزوني همين للأجهزة. يعني بالنسبة لجهاز الأسنان العادي هياته، وتكون القوة مالته قليلة والتيوب مالته مو من الدوار، هذا الجهاز يكون أقوى، وممكن أن يكون حتى مثل الأجهزة المفراس، مفراس يسوي نفسه، يعني يعمل نفس عمل المفراس. هنا أنا بالنسبة للصور مالت التباين مالت الأشعة، شوفوا هذه بالنسبة لها الصورة شو عمل، لازم يكون التباين مالت سواد وبيض، هاي كلش حلوة. هذه هنا سوفت، ممكن يكون تحميض، ممكن يكون عندي التكنيك مالت مطي قليل، شوفوا قاعد يقول لك التكنيك ممكن مطي قليل. هنا أنا لو باوعنا الصورة مالتنا اكو بيها مثل الارتفاعات موجودة متعددة، فهذا 100% التحميض مالتها ممكن يكون يدوي. هذه شوفوها سوفت، هذه هذا الكونتراست، شوف شلون التباين بالنسبه للسواد والبيض. هنا انا ماخذ مسحه واحده، ماخذ مسحه واحده هذه مو زينه، ممكن يكون التحميض مالتي، ممكن يكون اني نطيت الاشعه قليله، فادي ازيد ازيد قد ما ازيد ما ممكن احصل على الصوره المضبوطه. هذا مبين عليه كل السوفت، فاذا انا نطي كميه الاشعه البنتريشن، البنتريشن مالتي حتى مو يعني زين، بس الماس هنا أنا عندي قليل. هذه همين كونتراست مالتها، انا بس باوع الكونتراست لازم يطلع البيض والسواد يكون ناصع، هاي همين مو زينه. هاي هنا الصوره مالتنا صار اوفر لابينج، يعني مصور عليها اثنين، هاي كالكينياس وهذه مالت الميتاتارسال، ميتاتارسال هاي مبينه مثلا ني جوين. هذه بالنسبة عندي هنا تشيست كلش حلوة، لكن الانجلات ما طلع لي اياهن الزوايا. هنا هذه مالتي نيجاتيف، يعني طريق السواد بياض والبياض سواد. هنا هذا طلع لي البياض سواد والسواد بياض، اذا هذا راح يكون ابيض. اذا شنو هو اللون الابيض اللي انقلب الى اللون الاسود؟ راح يكون هو هذا كونتراست. كونتراست لو باوعناه هيجي وماشي للمعدة، اذا هذا كونتراست مالت الجي اي تي اللي يكون للأوسوفيغاس والستومك. هنا هياته هو هذا نفس الكونتراست اللي لونه أبيض أبيض، هنا طلعه غيره قلبه إلى اللون الأسود. هذا الكونتراست مالته التكنيك مالته كل زين، لأن السواد والبيض مالته كل زين، لكن هنا ما دمت الكونتراست مالتنا عبارة قليلة التركيز مالتها. وشكرا.